الكلام سهل والفعل صعب. احكي لك على الانتخابات المبكره واشجعك عليها واشرح لك اهميتها، بس ما احرك ساكن حتى تتنفذ. ليش؟ لان ما معقوله اشتغل اطير نفسي واضيع مكتسباتي. لاحقا اذا تسويف بحجه ماكو تخصيص ضيع البلد، ماكو مشكله عادي. المهم ما اخسر مكاني ويفتحون عليه ملفاتي، ولا اخسر مالات الجامعين بالابتزاز والمساومات وخدمات ما وراء القانون. والكلام عام، الكلام عن حرية التعبير عن الرأي سهل، وأنا ديمقراطي أؤمن بتعدد الآراء، ماكو أبسط منها. بس من محكمة تصلخ واحد أساء لك سنتين تقول القانون أخذ مجراء وإحنا خو مو بغابة، حريتك تنتهي حين تبدأ حرية الآخرين. تعال جيب لك واحد عنده خلق نبوي وإنسان رفيع يروح يخاطب قاضي بمحكمة يقولهم رجاء أساء لنا أخلو سبيله. هاي من يسويها؟ بس وارث خلق أصباط النبي، يسبهم واحد فيعرضون، يرد عليهم إياكم أعني، يقولوا لو عنك نعرض. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مكتب المرجع السيستاني خاطب محكمة بالحلة، طلب إخلاء سبيل محكوم أساء للمرجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تشبيههم المدعين بالتمسك بخط المرجعية من السياسيين مستلمين العالم بجيوشهم الالكترونيه، سب وشتم وتصعيد. لو بسمع شعارات تعض شويه. مو؟ هذا رصدنا لحادث العراقيين وباول الملفات، المكلف والانتخابات. حلم نرجع بعد. في هذا المحور سيكون معي النائب عن كتلة تيار الحكمة السيد حسن فدعم. سيادة النائب مرحبا بك، ما أدري ليش دائما إطارك يعني أنت حشد، فأنا أريد أروح على كتلة الفتح، أريد أروح على بدر، ما أعرف يعني إطارك دائما الصورة تؤطرها أنك حشد وليس تيار سياسي، مع التقدير والاحترام لتيار الحكمة والتيارات السياسية الأخرى. حياك الله، تحيه لك وشكرا، وشكرا لكادر القناه، وتحيه للمشاهد الكريم. وبالتاكيد احنا حشد، يعني قبل لا نكون اي شيء احنا حشد وابناء هذه المؤسسه وابناء تلك الفتوى العظيمه للمرجع العظيم آية الله السيستاني الله يحفظه. وخمس سنوات في ساحات المواجهه ما ممكن الانسان ينساها، عشنا مع اشرف الناس، عشنا مع اكرم الناس، عشنا مع اخلص الناس واصدق الناس، سالت دماهم على في ايدينا وعلى ملابسنا، ومنهم من جرح ومنهم من استشهد ومنهم من ينتظر، وان شاء الله ما بدلوا تبديلا ان شاء الله تعالى. طيب سياده النائب، خلينا نبدا من الان ما بعد مهمه المكلف. النقطه الاساسيه التي لم يركز عليها السيد المكلف خاصه في حديثه هي الانتخابات. اين الانتخابات المبكره من المشروع السياسي الحالي؟ هناك حديث عن أنها يمكن أن تؤجل. طبعا أنا أيضا تابعت يعني موضوع المنهاج اللي أو الكلمة اللي ألقاها، والمنهاج بعده ما كتب. أي. بس إحنا نحاسب الرئيس الوزراء على منهاجه مو على كلمة أطلقها في فضائية بعد التكليف بساعات، يعني أقل من يوم. أعتقد المنهاج هو الفيصل. موضوع الانتخابات المبكرة أنا سمعت يعني مقدمتكم اللي ذكرتها حضرتك، وأختلف، اسمح لي أختلف قليلا معها. الانتخابات المبكرة هي مطلب كل الكتل السياسية، مطلب حقيقي. لا تتصور أنه اليوم الكتل السياسية تخشى من الانتخابات المبكرة، لا بالعكس. تعتقد أن الانتخابات المبكرة أولا تحل أزمة، وتثبت للمعترضين اللي المحتجين اللي بالشارع، تثبت لهم أن هم جهات سياسية عندها تنظيمات وعندها جمهور وتستطيع
ان تعود مره ثانيه باي قانون انتخابات يجي. ليش؟ لان هذا اللي نريده. بس اعطينا مصداق سياده النائب، المصداق شنو؟ انا اقول لك المصداق هسه شنو. انا احكي لك ما موجود في الغرف المغلقه، يعني انا احكي لك ما موجود عند القاده السياسيين وفي اجتماعاتنا وفي لقاءاتنا. هذا القانون الانتخابي الترشيح الفردي اكثر جهه تستفيد منها هي الجهات المنظمه، الجهات اللي عندها تنظيمات، تمتلك تنظيمات جماهيريه تستفيد من هالقانون. والدليل انه قانون انتخابات من ارساله من مجلس النواب، من مجلس الوزراء، ارسل من مجلس الوزراء الى التصويت عليه في مجلس النواب مرورا بلجنه قانونيه وتعديلاته والقراءه الاولى والقراءه الثانيه وغيرها الى التصويت عليه. ما طول اقل من شهرين، اقل من شهرين. كان تحت ضغط الشارع سياده النائب؟ لا مو موضوع الشارع، يقدرون يسوون. كانت اكو تظاهرات؟ لا مو موضوع الشارع، قصدي مو هو مو هو السبب. هم مؤمنين انه يردون يروحون الانتخابات مبكره. هم مؤمنين بهاي القضيه. ليش؟ لان بالشارع هم منظمين. بالشارع جمعتهم المصيبه، جمعتهم البلاء اللي وقع على رؤوسهم من حكومات. طبعا احنا تحملنا، احنا من نحكي مرات قلت لهم نائب اي وذا نائب، صار لي انا اقل من سنه والشارع كله طلع مظاهرات. اي انا صار لي مثلا 17 سنه. فاحنا تحملنا هاي الدوره بالانتخابات، خاصه الشباب اللي اجوا اللي احنا نحمل نفس هموم المتظاهرين. واحنا قبل لا قبل بيوم لا نصير اعضاء مجلس النواب، احنا نفس الحكي اللي يحكوه بساحات التظاهر احنا نحكي، والى الان نحكي محتجين وما قابلين على الاداء الموجود. زين. ولكن احنا تحملنا بعد، تحملنا وزر هذول اللي سبقونا واللي الاداء الفاشل ال 17 سنه. طيب باعتباركم جزء من جزء من الشارع ومطالبه، كان المطلب الاساسي للشارع هو اجراء انتخابات مبكره حتى يعاد تصحيح الاوضاع، حتى اللي يجي الدوره المقبله تنتخب حكومه، تختار حكومه تلبي طموحات الشارع. انتخابات مبكره شنو مقدماتها؟ شنو قبل اسوي انتخابات مبكره بنتائج غير واضحه، بمفوضيه حزبيه، بقانون مفصل تفصال؟ لا، لازم غير نغير هنا، غير مقدمات صحيحه. المقدمات الصحيحه ان تكون مفوضيه مستقله بعيدة عن الأحزاب، ما الأحزاب ما ترشح شخصيات من عندها يكون مفوضين في هذه المفوضية ومدراء عامين ومدري وين. ثم قانون انتخابات يساوي بالفرصة، الفرصة تكون متساوية ما بين المستقل والمنتظر. جيد. هذه الأشياء ايش قد متحقق منها سيادة النائب؟ حققنا كلنا، تحققنا هسه مفوضية الآن مستقلة. جيد. ما لها أي دخل بها الأحزاب، لأول مرة بالعراق تخرج مفوضية مستقلة حقيقة وما لهم دخل اي دخل بالاحزاب اي طرف. هسه حسب ما تتفضل جنابك، مفوضيه مستقله وقانون انتخاباتك، وش ناقصنا بعد حتى نسوي انتخابات؟ حكومه ما عندنا. هذا مكلف مو ترشح الان؟ مكلف هذا، قبل اثنين تكلفوا طيب وفشلوا ما قدروا يحققون شيء. هذا الان المكلف الجديد هم لو يمشي لو ما يمشي من نعرف لحد الان. هذا هسه تفتح، انا ما بدي افرش المواضيع، مركز بس بالانتخابات. بس هذا اللي يقوله النائب حسن فدعم مو مثل ما يقوله نائب اخر. انت تاخذ دور العراب، هسه ما ادري ايش قد تقبل، ولكن انا اسمع هذا الكلام، تاخذ دور العراب في صفقات التكليف، وهي الزرفي حاضر، وهي الكاظمي حاضر، عندك الاسرار احكي لنا اياها. ليش يجوز ما ياخذ؟ لا ليش ما تعبر حكومتك؟ انا موجود في كل التكليفات تقريبا، انا نائب ما له علاقه، وجودي بالتكليف لا يعكس موقفي السياسي تجاه المكلف، ما له علاقه. وهذا حقيقه اللي ما يفهم بالسياسه اللي يعني بعيد عن هذا المعترك السياسي يعتقد ان وجود النائب في موضوع معين هذا معناته داعم، ما له ربط. لا بعيدا عن الدعم، ولكن مطلع. اطلع، نعم اطلع. انا طيب. احضر في كثير من المراسيم دوليه، محليه، اقليميه، وطنيه. مجساتك لحكومه المكلف باعتبارك اطلعت على ثلاث تكليفات، مجساتك لان حكومه المكلف الاخير سوف تمضي او لا تمضي؟ الى الان وضعه جيد، الى اليوم وضعه جيد، لكن كل المكلفين في اول 10 ايام من تكليفهم كان امورهم جيده. شنو خطا الزرفي اللي لا يمكن ان يخطا فيه الكاظمي؟ لا مو الزرفي، الزرفي ما اخطا، العلاوي يقول، لانه الزرفي مو الخطا اللي طلعه او افشل مهمته. الزرفي كان يعني سياقاته الصحيحه و بدأ بداية جيدة، وحتى أنا مطلع حتى على منهاج الحكومي على كابينته الوزارية، كان خيارات جيدة. يعني هو هاي أول مرة راح تحكيها قناتكم، الزرفي كان من شروطه أن حتى الوزراء يكونوا كلهم شباب، كل الوزراء شباب أعمارهم مو أكثر من 50، يعني ما بهم واحد أكثر من 50 سنة مثلا.
اللي اختارهم اللي اختارهم للكابينه. نعم، ولا ولا وزير سابق يجيبه، وحتى فيها عنصر نسوي بالكابينه الوزاريه، ومنهاج حكومي حقيقي قابل للتطبيق، وكان مصر على الانتخابات المبكره، ووضع اليات لتنفيذ اليات لتنفيذ الانتخابات المبكره. لكن الزرف اللي اخرجه مو ممارسه خطا معين، لا، اللي اخرج الزرف في طريقه التكليف احتجوا عليها بعض الاطراف السياسيه، احتجت على السيد برهم صالح في اليات التكليف ان هناك خلاف، هل السيد برهم صالح رئيس الجمهوريه له الصلاحيه بالتكليف لو بالترشيح؟ يقول الدستور اعطى الترشيح للكتله الاكبر، هي ترشح ورئيس الجمهوريه يكلف، مو رئيس الجمهوريه هو يرشح هو يكلف. هذا وجهه نظر مختلفه ما بين رئيس الجمهوريه وبعض الاطراف السياسيه. لذلك قالوا هذا زرف رئيس الجمهوريه هو رشحه وهو كلفه، فاحنا نعتبر هذا حق ما يمتلكه رئيس الجمهوريه، فعليه يجب ان يلغى هذا التكليف. طيب الزرفي كان مشروع مجموعه من الشباب في مجلس النواب، نواب اقصد، نعم، نواب الجيل الثاني، وتبلور في عمليه ترشيحه بالوصول الى تكليفه. نعم الان صحيح. هذا جيل الشباب هو اخطا لما راح رئيس الجمهوريه، وهذا مشروعكم كله الجيل الثاني صار فيه خطا اداري في قضيه التكليف تريد تقول لنا؟ لا احنا ما نقول خطا اداري. لا هاي شنو قضيه التكليف؟ خطا سياسي؟ ولازم اكو خطا بالموضوع. انا وصفت الحاله، انا عاده من احكي مو اتبنى هذا الراي. مع الاسف مرات بعض الاخوه يعني المشاهدين والمستمعين من اتحدث ينقلون الحديث كانه انا اتبنى هذا الحديث، ما اتبناه. انا اصف الحاله، انا جاي اسال في وسيله اعلاميه محترمه، جاي اسال وجاوب بما ما كان موجود. تصف المشهد. اصف المشهد شنو هو؟ طيب احنا نريد نعرف. خلاص اول مره تتفق معي سياده النائب انه كان مشروع الجيل الثاني من الشباب وتبلور في تكليف السيد عدنان الزرفي؟ نعم. صحيح هذا الكلام؟ اتفق معك، السيد الزرفي كان مرشح الجيل الثاني الشاب في المكون الشيعي، وتبنيناه وذهبنا للسيد رئيس الجمهوريه ورشحناه. زين. ثم قادة الكتل السياسية ما أعجبهم هذا الوضع، وقالوا هذا مو ترشيح من الكتلة الأكبر، ويجب أن يأتي من خلال الكتلة الأكبر، طبعا يعني معناتها لازم يجي من خلالنا مو من خلالكم أنتم، ثم بعدكم زعاطيط صغيرونين، شو معرفكم بالسياسة؟ قعدوا وسكتوا، هيش المعنى يعني كان. فكان رد أنه جينا جبنا مرشح آخر وكلفوا وحضروا كلهم. شوف أنت لو ترجع من 2003 الى السيد مصطفى الكاظمي، اول مرشح اول مكلف يحضرون كل قادة الشيعة في تكليفه اول مره، ما صاير قول الاستاذ، يعني معناتها رساله انه احنا ترى اللي نقدر نرشح ونقدر نرفض ونقدر نجيب. زين هسه عندي مداخله بس، وارجع في سؤال اللي تفضلت به، لما قالوا لكم الان انتم عندكم خطا في اليه التكليف، تعتقد هم كانوا فعلا حريصين على التصحيح لو هذا عمليه التفاف حتى يبقى المقود بيدهم بيد الزعامات؟ انا اعتقد هم كانوا يعني يعتقدون ان طريقه الترشيح طريقه غير صحيحه، باعتبار هم قاده الكتل ويجب ان يجتمعوا، وكل من يمثل طيف معين من عدد اعضاء مجلس النواب، وهذا الترشيح السيد الزرفي ما حصل بهذه الاليات المعتمده والمتبعه. جيد، افهم من كلامك، وهذا ما صرحه به بشكل علني. افهم من كلامك انه السيد مصطفى الكاظمي ايضا مرشح الجيل الثاني من الشباب؟ هو كان احد الاسماء الخمسه اللي قدمناها احنا. جيد، بس اللي قدمتوها قصدك السباعيه؟ لا مو السباعيه، الجيل الثاني هذا اللي سميته جيل الشباب. من ذهبنا للسيد رئيس الجمهوريه قدمنا له خمس اسماء، وكان الكاظم احد هذه الاسماء، والسيد الزرفي احد هذه الاسماء، واسماء اخرى، ثلاث اسماء اخرى. زين. واختار من عندهم السيد برهم الزرفي ورشحه، لان في وقتها السيد الكاظم ما وافق على التكليف. زين. لما اعتذر الزرفي رجع كلف الكاظمي. الان افهم منك انه السيد مصطفى الكاظمي مرشح الجيل الثاني من الشباب، ويعمل لمشروع مختلف تماما عن المشروع السابق القائم على المحاصصه. هذا الكلام دقيق؟ لا مو دقيق. صلح لي. ما اصلح بس اقول مو دقيق. طيب الان هذا الحضور الذي اشرت اليه من الزعامات في يوم التكليف، ايجابي لو سلبي؟ اذا كان ايجابيا فلماذا؟ واذا كان سلبيا لماذا؟ لا طبعا ايجابي. تدري من 2/12
قبلت استقالة السيد عادل عبد المهدي، وإلى 9 أعتقد 9 نيسان على ما أتذكر كلف السيد 9 إلى 8 ما أتذكر 9 يمكن كلف السيد الكاظمي 4 أشهر تقريبا. هذه الفترة كلها الزعامات السياسية الشيعية ما قدرت تتفق على مرشح بديل. ترى يعني هاي كارثة، يعني أنا ما أدري إيش أسميها، كارثة أنه بلد يقودوه قادة كبار عندهم خبرة مخضرمين بالسياسة 4 أشهر يجتمعون هم 7 نفرات ما يقدرون تقنع نفر واحد مرشح لرئاسة الوزراء. شنو اللي يخليهم بهالتقاطع هذا؟ إذا إيش قد واصل التقاطع بيناتهم؟ وين واصل؟ من قلي وين واصل؟ واصل للستار. أيوه على شنو؟ هسه أنا وياك ممكن نتفق أو نختلف على شيء، مصلحة. ما كل من يريد مصلحته، مو كل من، لا والله اكو اطراف كانت خطابها يعني ايجابي. المهم انا اعطيك مثال، مثلا نعيم السهيل، استاذ نعيم السهيل رشح قبلوا بي سائرون قالوا احنا موافقين به، رفضوا دوله القانون، صار ضغط على دوله القانون، ورا اسبوعين دوله القانون قالوا يابا احنا موافقين، سائرون قالوا يابا شنو توهم يلا وافقوا واحنا بطلنا ما نريده، يابا شنو بطلتوا غير انتم رشحتوه وكل اجماع ما عدا اسم دوله القانون ما وافقوا، بالاجماع اللجنه السبوعيه وافقت عليه ما عدا دوله القانون. دوله القانون والان اقنعناهم وافقوا، ليش انتم بطلتوا؟ قالوا بطلنا لانه ليش دوله القانون توهم يلا وافقوا؟ يا بلعت هي هاي السياسه، لا بطلنا ما نريده. اي زين هذا تسبب يعني يقول لكم ليش؟ اللي يريد يرفض يقول لكم ليش؟ يعني هسه ما عاد احكيها بالاعلام. ما للناس احكيها، خلي احكي لنا سياده النائب. انت 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 حشد في هذا، هذا المقدار هو يكفي واضح يعني. انت حشد، انت مين شنو اللي يوقفك وشنو اللي تخاف منه؟ لا مو خوف، شنو هي قضيه خوف؟ لا حتى لو رد يقول لهم انا حاط ايدي على حاط روحي على كفي بالحرب هسه تزعلون مني؟ لا هي مو موضوع خوف، اكو مرات قضايا لها علاقه باللياقه والاخلاق ما لها علاقه والله يعني جيد. امور هم ما اعلنوا عنها ما يعني من العيب معيب ان واحد يجي يسولف. زين اشرت جنابك للمنهاج، قلت المنهاج مال السيد مصطفى الكاظمي اطلعت عليه لقيت به انتخابات ولقيت به سقف واغلب الساده النواب اللي خلال اليوم اللي راحت به ما قلت هيك، انا قلت منهاج السيد الكاظمي لحد الان لم يكتب فبالتالي هو يحدد. انا قلت منهاج السيد الزرفي كان في انتخابات مبكره يعني مو منهاج السيد الكاظمي لحد اليوم انا معلوماتي اي يعني اما بلشوا بكتابته او لحد ما مبلشين حتى في كتابته يعني. زين انت جنابك تقول لي انه اذا المنهاج اللي كتبه المكلف هو راح يحدد مكان الانتخابات وين بالضبط، ولاحقا تقيمون الموضوع مع المرشح من المنهاج اللي يكتبه ويقدم لكم اياه، ثم لاحقا تاخذون موقف داعمين او عندكم موقف سلبي منه؟ طبعا هو تدري يعني السيد علاوي والسيد الزرفي في بدايه الامر كانت الكتل السياسيه موافقه عليهم. بعدين من كتب المنهاج الحكومي وبدا يشكل بكابينه الوزاريه بدات الخلافات والاختلافات تتوسع وتكبر، يعني هي مو هسه كشخص السيد الكاظمي اتفقوا عليه واجمعوا خوش جيد. زين روح جيب منهاجك وجيب كابينتك الوزاريه. زين هنا تبدي الحكي، هالحكي هسه ما بدا، الكابينة ما شكلت. خل احكي لك بوضوح، بالوضوح اللي انت تحكي به سيادة النائب، السؤال هو المشكلة ويا المكلف السابق او الحالي او اللاحق؟ مشكلة منهاج، لو مشكلة حضور داعم بشكل كبير يقابله ترضية من المكلف، وهذه الترضية في النظام السياسي العراقي تعني حصص في الوزارات. لا مو بس هاي، اكو قضيتين بالمرشح، قضية المنهاج مو معناتها قضايا الفنية والإدارية في الوزارات، وإنما لا القضايا الاستراتيجية. مثلا أطراف تريد من المكلف أن يوضح موقفه من التواجد الأمريكي على أرض العراق، تريد توضح موقفه من الحشد الشعبي، توضح موقفه من حصر السلاح بيد الدولة. زين يوضح موقفه حول الاتفاقية الصينية، الاتفاقية العراقية الصينية، وامور اخرى هسه ما اذكرها، الانتخابات المبكره مثلا. طرف اخر عنده ايضا شروط ويكون يوضح موقفه من النازحين، يكون يوضح موقفه من الارهابيين، هم يسمونهم اسم اخر انا اسميهم الارهابيين، ما اذكر الاسم الاخر شنو يسموهم اياه. موقفه من
مناطق المحرره، موقفه من مدري شنو، هم شروط، شروط اخرى ثالثه، موقفه من الاقليم، موقفه من ايرادات الاقليم، موقفه من النفط اللي يصدر والنفط المنهوب والاموال العراق اللي تروح مدري وين، وهذه كلها مواقف موجوده وين؟ بالمنهاج الحكومي، وتوضح برؤوس اقلام، ما توضح تنشرح، طبعا اذا شرحت الشعب راح يفهم جيد، فهو ما يشرحها بالمنهاج الحكومي لان المنهاج يتسرب، مو مخليه الملفات كيف يضع نقاط رؤوس اقلام واضحه تحدد موقفه على مدير زمو بيها، طبعا يحكيها هو بشكل عائم بالمنهاج الحكومي، لكن الكتل السياسيه تقرا ما بين حجي. السطور وتقول له يا ابت قلت بالمنهاج الحكومي فلان قضيه، لذلك احنا نأيد حجي. او لذلك احنا نرفض. مو مخلين ملفات كبيره في شنطه صغيره؟ يعني هو احنا نفهم المكلف جاي عنده مهمه اساسيه، مرحله انتقاليه يسوي بها انتخابات. لا. الان كل ما تتفضل به هاي مشكلات البلد، صار له 17 سنه لا كتل لا. تصارعت وما قدرت توصل لنتيجه. التواجد الامريكي على ارض العراق، قرار مجلس النواب موجود، ومطلب شعبي ومظاهرات مليونيه خرجت، هذا موقف اصبح، واختيال قاده شهداء على ارض العراق، عمليه اعدام على ارض العراق خلاف القانون الدولي والقانون المحلي ارتكبت على ارض العراق، وما زالوا موجودين الامريكان وفصائل تهدد تضربهم وهم يقولون ترى نضد، والجو محترق، مو قضيه 17 سنه هذه، هاي تعال موقفك الحشد الشعبي، تعال موقفك شنو من الحشد الشعبي؟ النازحين وامور النازحين ما لها علاقه بال 17 سنه، وما لها علاقه بالحكومه سواء كانت مؤقته لمده سنه او غيرها، هاي اجراءات تكون على الارض تصير. هذه امور مهمه، موضوع الاقليم وتصدير النفط وغيره، هاي امور يوميه، يكون عندهم يكون الاطراف هاي تفهم موقف المكلف من هذه الملفات في سبيل ان تحدد موقفها، اما ان تكون داعمه له او تكون رافضه له كما رفض سلفه. اهم شيء في هذه الشخصيه التي ستحقق او ستعلن موقفها في مثل هذه الملفات، يقولون لازم تكون شخصيته قويه وقادر، وهذا الحضور في مشهد التكليف حضور يوحي على ان هناك توافق، والقوه والتوافق لا يتفقان في العمليه السياسيه بالعراق. انا اعطيك اياها من الاخير. اي والله. ما اجى رئيس وزراء عراقي قوي. ليش؟ لان ما يردون رئيس وزراء عراقي قوي، ما يردون. من الذي لا يريد؟ من يريد ان يكون اقوى من السلطه، ومن يريد ان يكون اقوى من الدوله، ومن يحمل السلاح ولديه فصائل مسلحه وعنده نواب في مجلس النواب، يريد يمسك الحكومه منها وعنده فصيل يهدد به ويحرق به ويقتل به ويسوي به. اذا اجى رئيس وزراء قوي اول شيء يسويه راح يحارب هاي الاطراف المسلحه وراح يحد من حركتها، واذا ضعفت الاطراف المسلحه راح يضعف صوته السياسي في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء والاتاوات وسيطره الصفره ومدري وين بالموصل مدري شكو بالبصره مدري شنو، لان كلها معروفات معروفات، يعني ماكو داعي انا اسولفهم. وكربونات النفط ومزاد العمله بالبنك المركزي، اذا منين جايبهم؟ جايبهم بالسياسه وجايبهم جايبهم بالسلاح. فرئيس وزراء قوي لان كلهم وقفهم، فلا يمكن ان يجي رئيس وزراء قوي يقبلون عليه الاطراف المسلحه. انا اقول لك الاطراف اللي ما عندها سلاح تريد رئيس وزراء قوي على مود يحميها، لان هاي ما عندها سلاح، هاي تطلب الحمايه من رئيس الوزراء، من القاده العامه للقوات المسلحه، تطلب من عنده ان يحمي هذه، يحمي العمليه السياسيه والعمليه الديمقراطيه، يحمي اصواتها في الانتخابات، ما عنده سلاح. هذا يريد رئيس وزراء قوي، لكن الاطراف اللي عندها سلاح لا تريد رئيس وزراء قوي، وهي المسيطره الان بالمشهد السياسي، وهي التي تقول لا للمكلف، وهي التي تقول نعم للمكلف. هل مصطفى الكاظمي قوي؟ بعدنا ما شفنا بالمخابرات، ما ندري بيش يشتغل ما يشتغل، هو بعد من اسمه مخابرات يعني كل شيء ما تدري بيها، ومن يصير رئيس وزراء راح يبين قوي لو ضعيف. شلون ادري؟ انتم كلفتوه هسه قلت لي حجي شلون ما تدرون فيه؟ ما عندكم سي في عن ادائه، عن شغله، عن حركته؟ ما يخالف مخابرات على علينا احنا ما نعرف يعني، ما ماكو اخبار تطلع عنه، بس انتم تدرون بالشغل ماله غير كلفتوا؟ انا اقول رئيس وزراء قوي لا تتوافق عليه الاطراف المسلحه. طيب والاطراف السياسيه اللي حضرت التكليف وتوافقت عليه، مو اكو بعضها عندها اذرع اذرع مسلحه؟ اي طبعا. شلون حضرت لعده تكلفه؟ اي وتكلفوا اثنين قبلوهم كانوا موجودين. زين انت بقناعتك الشخصيه تعتقد انه الكاظمي راح يمر
لو هذا بيت الشعر اللي ملينا من عده نكرره شهر ويروح حتى يبقى سيد عادل عبد المهدي. لا ما السيد عادل يبقى بعد ما يبقى، انا هم اعطيك اياه. واذا ما مر السيد الكاظم راح يبقى سيد عادل. لا يتكلف واحد غيره، بس سيد كاظم سيد عادل ما يبقى. ما يبقى. أنا سيد عادل ما يبقى، صعب صعب جدا ما يبقى، ما يصير، ما يصير. لكن الكاظم يمشي لو ما يمشي. طيب من من سابق الأوان الحديث عن هذا. والله انا راح الخص اللي فهمته، لو كان قويا لما تم ترشيحه ولم يتم تكليفه. من الخلاصه ايد لي، قل لي غلطان لو قل لي صحيح. لو قل لي انا اعتقد اليوم السيد الكاظمي اذا قدر يشتغل بطريقه صحيحه، اي هاي واذا تدي اداه شرط غير جازمه، يعني اذا قدر يشتغل بشكل صحيح ويستخدم وسائل المعروفة في إدارة الملفات، أعتقد يستطيع أن يمضي في مجلس النواب. وإلى الآن عنده فرصة جيدة. اليوم أكو عنصر خانق، مو ضاغط، خانق على القوى السياسية، وربما تقبل بأن يمضي بالرغم من قوته التي يتوقعوها من عنده، ربما يمضي في مجلس النواب. ايه. واذا لم يستطع ان يستخدم هذه الادوات وان يعمل بطريقه محنكه، سياسيه محنكه في اداره ملف التكليف، اعتقد سيلحق بمن سبقه. اذا اردنا ان نقول ان هناك تشكيله حكومه فيها مجموعه من الوزراء، سياده النائب يجب ان يختارها المكلف. يوم امس كان هناك اجتماع للزعامات وسمعنا انه يعني أخذ صكا في حرية اختيار وزرائه. ما الفائدة من حرية اختيار أسماء الوزراء ونعرف، وتعرف جنابك، أن هناك وزارات هي من حصة أحزاب وكيانات سياسية وكتل سياسية؟ شو لا صحة لأي تخويل، لا صحة لأي تخويل للسيد مصطفى الكاظمي في اختيار كابينة الوزارية. لا صحة، لا صحة لأي تخويل للسيد الكاظمي في اختيار كابينة الوزارية. والصحيح، الصحيح ان الجهات السياسيه عندما تكون مجتمعه سويه يخولوه جميعا بتشكيل حكومته، لكن بعد ما يخرج كل واحد من عندهم يدز من يمثله في سبيل ان يختار وزراءه او وزاراته، اول بدايه وزاراته ثم وزراءه. يعني بدايه يختار الوزاره ثم يرشح لها شخص يعني معين بعيد عن الأحزاب الأخرى، لأن ما يريد يحكي بالاجتماع أمام الآخرين ويعطي لزمة على نفسه قدام الآخرين أنه أنا أخذت. يقول أنا ما أخذت، وشهود الجماعة كانوا قاعدين، السيد المالكي شاهد، السيد العامري شاهد، أنا ما أخذت كل شيء، قلت لكم ما أريد. بس هو بعدين يدز لي، إذا تريد نصوت لك مجلس النواب إحنا فلان وزارة فلان وزارة لأن مالاتنا وإحنا ننزل لك أسماءهم. يدزون أسماءهم شخصيات وظاهرها مستقل. هذا اللي حصل. ومحمد توفيق حسب يعني هسه هاي فرصه كانت، ما اعرف ليش ما سلط عليها الاعلام بشكل جيد، وحتى الشعب ما تفاعل وياه، ما اعرف ليش. هذا محمد توفيق تكلف وفشل ورجع برا خارج علاقته، ما خايف من احد ويحكي بصراحه. يعني قال انا وحشاها بعده فضائيات، قال انا متكلفت، اكو اطراف خولتني وبقت بالفعل مخولتني، واكو اطراف خولتني وجت افترت علي، قالوا اريد من عندك فلان وزاره فلان وزاره فلان وزاره، وإذا ما تعطينا ما نصوت ولا نحضر مجلس النواب، وما حضروا وفشلوا الجلسة وما صوتوا وانتهى التكليف. طيب الآن إذا الوزارات موزعة كانت، وبعض الوزارات قيل أنها دفع فيها مبالغ كبيرة، هذا حكي إعلام، وأكو منسوب لبعض النواب، هل عملية التغيير الآن، تغيير خارطة هذه الوزارات وعائديتها لكتل وأحزاب، ممكن؟ وهل يستطيع أن يدير هذه التركيبة المعقدة سيد مصطفى الكاظمي؟ أنا ما عهدت السيد الكاظمي السياسي يعني يشتغل بالسياسة، حتى يشتغل في الإعلام وحتى يشتغل في المخابرات. فبالسياسة ما أعرف إمكانيته، يعني تدري السياسة علم وبحر ويحتاج لها خبرة وممارسة عملية. فأما إنسان عنده خبرة أو ما عنده يستشير ويستعين بمن لديهم كل الخبرة. أنا لحد الآن ما أعرف والله من يستشير وهل لديه خبرة أم لا. أنا أدري الإعلام مجاله ومجال المخابرات بعيد جدا عن موضوع العمل السياسي،
عمل السياسي فن، وفن صعب جدا ويحتاج الى امكانيات ومهارات معينه ما ادري موجوده ولا ما موجوده عند السيد الكاظمي، وهي اللي يحتاجها في تشكيل الحكومه، مو يحتاج الخبره الفنيه بالطب والهندسه والنفط والمدرسه، يحتاج فن السياسه، يحتاج خبره في اداره. اعلى منصب سياسي بالبلد هو منصب اداره الحكومه، اعلى منصب سياسي، ويفترض ان يكون يعني من يصل الى هذا المنصب يكون لديه خبره سياسيه لاداره بلده، لاخذ حقوق شعبه مع الدول الاخرى، مع زي. المنظمات، مع العالم، مع المجتمع الدولي. عندنا هسه نريد نعرف موقفكم ككتله الان، تيار الحكمه في طريقه تعاطي مع المكلف بتشكيل الحكومه، اين تعتقدون التحدي الابرز الذي يمكن ان يسقط الكاظمي ويعني يلحقه بسلفيه؟ وهل انتم في الحوارات مع الكاظمي تشتغلون بالطريقه التي ذكرتها قبل قليل في السياسه؟ أنا يعني عادة ما اول سؤال خلي اسئله لك وبعدين راح اطرحها على الكتل الاخرى. انا عاده ما اتحدث امثل بها حسن فدعم فقط. زين. ولا امثل في حديثي اي طرف سياسي. اذا اردنا ان نقول العفو تفضل. لديه الناطق الرسمي والمكتب السياسي اللي يصدر بيانات تعبر عن موقف التيار السياسي. كتلة نيابية اسمها كتلة الحكمة، وكتيار سياسي اسمه تيار الحكمة، وهذا التيار بمكتب سياسي وبناطقية وبرئيس وبكذا، هم يعبرون عن موقفهم السياسي تجاه ذلك. هذا رأي محترم ونحترمه سيادة النائب. أنا معلوماتي أي؟ معلوماتي أن تيار الحكمة في حكومة السيد علاوي، وهو يعني تحدث السيد علاوي بالتلفزيون تحدث قال تيار الحكمة لم يطلب مني أي وزارة وخولني بشكل صحيح وبشكل حقيقي. ومعلوماتي في السيد الزرفي ايضا، السيد الزرفي زار الحكمه وطلب منهم شخص ان يكون رابط بينه وبين تيار الحكمه لتشكيل حكومته يعني يمثلهم. فقالوا انت تمثلنا وانت اختار من تختار للكابينه وزاره، نحن نخولك ولا نتدخل اطلاقا في اي حكومه يشكلها انت او غيرك. ومعلوماتي ايضا مع السيد مصطفى الكاظمي نفس الشيء، يقولون ما تسوى حكومه انتقاليه عمرها سنه او اقل تحضر لانتخابات تجي نتعارك ونتزاحم ويا الاخرين. ما بين ملامح السنم، وانا بالبدايه بقيت احكي ويا جنابك على الانتخابات، بدي اشوف واقعيه عمر السنه لهذه الحكومه تحددها الانتخابات. اذا احنا الان الحديث عن عدم وجود تخصيص مالي، وجود مشاكل فنيه، وجود مشاكل اداريه، وجود المشكلات الحقيقيه في عمليه تشكيل الحكومه اساسا، بعد شهر يبدو ان عمليه ولادة حكومة متعسرة، ما واضحة حتى نجي نقول هاي الحكومة بتبقى سنة لو تبقى نهاية التكليف. لا تشكل حكومة، تشكل، والعراق مر بأزمات كبيرة، يعني مو هاي أزمة أول أزمة، هاي الكيان الصهيوني أربع حكومات شكلت خلال ثلاثة أشهر، أربع أو خمس حكومات يمكن، مو ما تشكل، تشكل وتستقيل، تشكل وتستقيل وانتخابات شو اسمه عادوها. فما اكو يعني لبنان اكثر من سنتين القصر بها يسموها الشغور. لا العراق لحد الان ما بي شغور، يعني اكو من حكومه تدير اعمالها صار لها اربع اشهر. زين. كلفوا شخصين خلال اربع اشهر وماش حاب تشكيل حكومه، وهذا الشخص الثالث يكلف، ونتمنى له التوفيق، نتمنى له ان يشكل حكومه وندعمه ونستنده ونقف الى جانبه في سبيل ان يحقق يعني حلم ابناء شعبنا. لكن احنا عندنا شروط واضحة حكينا بيها ونحكيها أيضا الآن. شروطنا الواضحة أن تكون هناك انتخابات مبكرة، أن تكون حكومة غير خاضعة للمحاصصة. إذا الضغوط أدت إلى أن يلجأ السيد مصطفى لإرضاء الكتل من خلال المحاصصة، إحنا كمجموعة شباب داخل مجلس النواب راح نرفض هذه الحكومة من صوت لها، ونحاول جهد إمكاننا أن نجهض جلسة مجلس النواب اللي فيها منح الثقة. إحنا نريد نكون صادقين مع شعبنا، قلنا حكومة بعيدة عن المحاصصة يجب أن يطبق هذا المبدأ، وإذا لم يطبق ولم نستطع إفشال الجلسة سنعلنها للشعب بشكل علني، نقول هذه الحكومة سارت على نفس النهج السابق وفق مبدأ المحاصصة. نريد انتخابات مبكرة ترضي شعبنا، ونريد منهاج وزاري قابل للتطبيق خلال مدة الحكومة اللي راح تحكم بها. تقدر بدقيقة تقدم نصيحة للكاظمي؟ نصيحتي للكاظمي أن الشعب، طبعا الله سبحانه وتعالى قبل الشعب، الله سبحانه وتعالى والشعب أجدر بأن يرضوا عنك، وليس الكتل السياسية أو الأحزاب أو مدري منو، ما أدري أكو أطراف أخرى دولية إقليمية محلية،
الله سبحانه وتعالى لان وراك اخره وهو عمره ما ادري يمكن 55 ولا 60 سنه ما ضل شيء يعني واخره فيكون يرضى الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذا المنصب اللي هو هذا المنصب يوده بس الجهنم ما يودي للجنه الا اذا واحد رئاسة الوزراء وين يودي؟ الجهنم يودي وين يودي العاد؟ خدمة الناس إدارة وين البلد خدمة الناس؟ مصالح هاي الناس اللي طشروها في ساحات التظاهر بنات خريجات الدراسات العليا اللي بالماء الحار يا خلينا ساكتين يا أخوي خلينا ساكتين لو هاي سيطرة الصفرة تنهب للناس لو التعليم المتردي لو مستشفيات البائسة يا جنة وين يقدر يحصل جنة رئيس وزراء يقدر يحصل جنة و40 مليون مظلوم من أبناء شعبه المهم الله يرضي الله سبحانه وتعالى أولا ثم يرضي شعبه يرضي شعبه صح ارضى الناس غاية لا تدرك لكن ارضي الفقير ارضي المحتاج طيب ترى دمعة الفقير توديك الجهنم شكرا لك سيد حسن فدعم النائب عن تيار الحكمة شرفتنا اليوم في حديث البلد شكرا لك مباشرة أنتقل إلى أربيل معنا السيدة فيان صبري رئيس كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في محور الأنفال جريمة حاضرة دكتورة مرحبا بك شرفتينا في حديث البلد معنا أنت عبر سكايب ويعني نشكر هذا الانضمام نشكر هذا التواصل ولكن كان عندنا في هذا التأخير مشكلة فنية قاتل الله التكنولوجيا تفضل سيادة النائب لك الكلمة السؤال إلي تفضل سيادة النائب مرحبا دكتورة شرفتينا في حديث البلد اهلا وسهلا لا اسمع السؤال دكتوره اقول لك احنا من تقريبا من بدا البرنامج بدنا نحاول نضبط الصوت اعذرينا الموضوع تكنولوجي وانت ويانا عبر سكايب عنوان هذا المحور الانفال جريمه حاضره ومستمره اليوم في ذكرى الانفال نريد ان نسمع ما هو الصوت الكردي الذي يستذكر هذه الجريمه كيف يستذكرها ماضي رحل لو عمل على الحاضر حتى يمنع أن تكون هناك جريمة بحق شعبنا الكردي بهذه الكيفية وهذه الطريقة التي تمت فيها السلام عليكم حياك دكتور في الذكرى 32 نعزي أنفسنا ونعزي حوالي الشهداء من شعبنا الكردستاني بجريمة قد تندى لها جبين الإنسانية جريمة قام بها الصدام علي الكيمياوي الذي يعني كانت جريمه بحق هي جريمه اباده ونستطيع ان نقول عنها هي جريمه اسرائيل وهذه تفضل دكتوره نسمع نعم هذه الجريمه تمت بقصد التدمير الكلي لشعب اقليم كردستان لانه اثر عن 180 الف شهيد وتدمير 5000 قريه وحقيقه الانفال نستطيع ان نقول هي لم تبدا فقط في سنه 1988 لانه نحن في اقليم كردستان اعتبرنا يوم 14/4/1988 بدايه اول مرحله ولكن هي بدأت من يعني قبلها في أنفال الكرد الفيليين وأيضا أنفال البارزانيين سنة 1983 واستمرت هذه العمليات إلى أن قام شعب أقليم كردستان بالانتفاضة والخلاص من الصدام المقهور ومن جلاوزته حقيقة كما قلنا يعني اليوم نحن في مرحلة جديدة من العراق الجديد الذي نستطيع أن نقول عنه زال نعم تفضلي دكتورة نسمع تفضلي الكلمة لك نعم كما قلت يعني هذه الجريمة يندى لها جبين الإنسانية هذه الجريمة أسفرت عن 182 ألف شهيد أسفرت عن يعني تدمير 3000 قرية لم يكن أعلم لماذا هذا الصوت طيب
دكتوره نسال يعني بعد الـ بعد الـ الجريمه في مرحله متاخره كان هناك اكو وزاره للمؤنفلين. الان في استذكار هذه الجريمه ماذا يمكن ان تنقلون من رساله للجيل الجديد من الشباب الذين يعني لم يشهدوا ايام الحكم السابق؟ وفي الاونه الاخيره هناك مقارنات بين الفترة التي الآن موجودون أنتم في السلطة فيها وبين الفترة التي كان يحكم فيها نظام البعث وصدام حسين. هذه المقارنات الآن ماذا تبعث لكم من رسائل وماذا تقولون للجيل الجديد الذي لم يواكب تلك الأيام وتلك الفترة؟ لا، المقارنة مجحفة، لأنه في ذلك الزمان لم يكن صدام المقبول لم يكن فقط على الكرد، وإن كان بشدة على الكرد، ولكن أيضا كان ظلم والطغيان على جميع أفراد الشعب العراقي، على جميع مواطني الشعب العراقي. قد نستطيع أن نقول لم يبقى مكونا من المكونات العراقية إذا لم يظلم صدام المقبول. كانت فترة ظالمة، كانت فترة مظلمة، كانت فترة لم يكن فيها ديمقراطيه، لم تكن في محكمه الثوره، وعندما تريد محكمه الثوره ان تصدر اي قرار لا رجعه فيه. يعني نحن نعود الى حقيقه اليوم نحن نطالب ايضا الحكومه العراقيه ان تقوم بالقيام بمسؤولياتها الدستوريه. طبعا هناك ماده دستوريه، ماده 132، والتي تقول بتعويض شهداء الضحايا من النظام البائد جميعهم. نحن لا نقول فقط الكرد، ولكن هذه المناسبه مناسبه نستذكر فيها الشهداء، وخاصه لانه كانت عمليه اباده، لم يكن فيها يعني شخص او شخصين او مئات، وانما كان فيها يعني هناك شهداء 182,000 شهيد، وهذا عدد يعني في عز الكورونا قد تكون دول العالم كلها يعني متألمه لموت وفاه 10,000 او 20,000، فهنا فما بالك بالقول 182,000 شهيد. وايضا يعني نطالب ان تكون هذه الجريمه او من يعني الحكومه العراقيه بان تعمل على ان تكون هذه الجريمه او يعي المجتمع الدولي بهذه الجريمه بجريمه اباده جماعيه لكي لا تتكرر، لانه من المهم جدا ان لا تتكرر هذه المرحله المظلمه الظالمه التي كانت يعني ترزف على صدور العراقيين جميعا. انا اقول نعم، اليوم نحن في عراق ديمقراطي، نتمنى ان تكون هناك دوله المواطنه، دوله المؤسسات، دوله العيش الكريم، دوله الدستور، دوله تنفيذ بنود الدستور، دولة تعويض الضحايا. جيد، هذه العناوين جيدة دكتورة سيادتك، هذه العناوين جيدة، ولكن السؤال لماذا ظهر عند جيل جديد هذه المقارنات بين نظام صدام والبعث وبين النظام السياسي الحالي، رغم أن هذا النظام ليس نظاما دمويا، وكان نظام صدام نظاما دمويا بحسب الجرائم التي منها جريمة الأنفال التي نتحدث عنها اليوم؟ لماذا هذه المقارنات بدأت تطرح؟ الأسباب كثيرة. قد دائما ما نقول بأنه الجيل الجديد فعلا لم يكن يعني لا يعي هذه الفترة، لأن لم يرى بعينيه. هذه واحدة. ثانيا يعني اليوم دولة ديمقراطية، رغم كل ما يعني نراه من قد يعني متظاهرين هناك، ولكن في ذلك الزمن لم يكن يستطيع أي شخص الخروج على الشارع لكي ينفس عن ما في يعني جعبته من 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 افكار او من من يعني من من مقولات. لم يستطع احد ان يكتب كلمه في صحيفه اذا لم يكن هناك يعني محاسبه على هذه الكلمات. يعني حقيقه اليوم في طبعا في زمن الديمقراطيه، في زمن نستطيع ان نقول ايضا الفضاء العالمي اصبح احسن، لان هناك تواصل اجتماعي، الدول كلها تغيرت نحو الديمقراطيات، وبلا شك العراق ايضا يتعامل مع العصر. ولكن فعلا الجيل الجديد قد او الشباب لا يعون هذه الفتره، ونحن دائما ما نقول بانه تلك الفتره كانت مظلمه، لا نريد ابدا انه نتذكر هذه الفتره، ولكننا مجبورين ان نستذكر هذه الحوادث وهذه الشواهد وهذه الايام. وكما قلت يعني هي كانت على جميع الشعب العراقي، ولكن بالاخص على شعبنا الكردي، لانه كانت من خلال الاستذكار شيء جيد جناب الدكتوره، الاستذكار شيء جيد
وفاء لدماء الشهداء الراحلين المظلومين، وأيضا استذكار يعني تذكيرا بمن قام بهذه الجريمة. السؤال، لماذا هذه المقارنات الآن حينما نريد أن نستذكر جرائم نظام صدام حسين والبعث وهي جرائم مثبتة وفيها أدلة؟ يقول لك هذا النظام السياسي الحالي القائم الذي تتشاركون فيه بنسبة كبيرة دكتورة لم يقدم شيئا للناس، هل هذا صحيح؟ لا لا نصح. يعني أرجع وأقول أنه لا يوجد أي مقارنة، نوع من المقارنة اليوم بالعكس، ولكن أيضا نحن يعني يجب أن نعمل جميعا ومن خلال الجهد الوطني المشترك على تلبية متطلبات المواطنين. العراق عندما عانى من أجل الحرية، عانى من أجل العيش الكريم، عانى من أجل أن يشعر بالحرية بالمواطنة، يشعر بنفسه بالانتماء هوية وبالسيادة وبالحقوق وبالواجبات، وهذه أتت عن طريق يعني وعدم تطبيق بعض الأحيان. عندما يرى العراق نفسه مغلوبا بلا شك سيتذكر فترة مظلمة، ولكن هذه الفترة لا توجد أي نوع من أنواع المقارنة بين الفترتين. ونحن مثل ما نقول هذه المرحلة أن تنتهي من يعني ذاكرتنا، ولكن ما نستطيع أن نقول لا زال رفات 182 ألف شهيد في بعض الأحيان عن مقابر في السماء وفي صحراءات العراق، بأنه لا زالت هناك بعض من أحبائنا ومواطنين لم يستلموا أي رفات. طيب أنتم الآن دكتورة إذا سمحت لي، الآن أنتم تمثلون شعبنا الكردي في الدولة، ومن يقود الجهاز التنفيذي في هذه الدولة العراقية؟ كيف تتعاطون مع ملف تشكيل حكومة وفيها الوزير الأول أو رئيس الوزراء يجري الآن ترشيحه؟ هل تقدمون مصالح شعبنا الكردي حتى لا تتكرر مثل هذه المجزرة في أولوياتكم، لو تتقدم المصلحة الحزبية؟ وهذا سؤال أنا يعني أطرحه أمامك بكل وضوح. أنا حقيقة لا أسمع، لأن هناك تداخل في الصوت بين عدة أصوات. طيب الآن أعيد، الآن تسمعيني بشكل واضح دكتورة؟ الآن تسمعيني بشكل واضح دكتورة؟ تسمعيني بوضوح؟ طيب شباب ممكن نعم. ممكن آخر سؤالين بس نحولهن، تسمعيني دكتورة؟ تفضل. طيب الآن سألت جنابك، تمثلون الشعب الكردي الآن في يعني أنتم تمثلون الشعب الكردي في إدارة الدولة العراقية وفي طبيعة اختيار رئيس الوزراء الآن، هل تتعاطون بإدارة مصالح الشعب الكردي في بغداد أم تقدمون المصلحة الحزبية؟ لا، الموضوع ليس فيه مصلحة حزبية أو مصلحة أخرى. نحن لدينا في الإقليم، أو نحن يعني الإقليم جزء من دولة العراق، وهناك حقوق في الدستور، حقوق دستورية، حقوق قانونية. هذه الحقوق نحن يعني كافحنا من أجلها. نحن كما قلت اليوم ذكرى يعني استشهاد 182 ألف إنسان، وليس عدد قليل، وكافحنا لعدة سنين لمئات السنين من أجل الحقوق. اليوم عندما نتكلم عن الحقوق المشروعة أو الحقوق القانونية، أولا حقوق دستورية وثم حقوق مواطنة وثالثا حقوق قومية، لأنه نحن أيضا لدنا خصوصية. لذلك السبب نحن يعني بحاجة إلى أن يكون أيضا يعني هناك النخب، هناك المواطنين، أن يعني نتعاون على أن نبني عراق جديد فعلا، وعلى أن يعني نتجاوز طبعا جميع الخلافات، ولكن بنفس الوقت هناك خصوصية لشعب إقليم كردستان ولمواطني إقليم كردستان مطالب بها هو مطالبات حقها دستورية. طيب حق المكون الكردي في أن يكون حاضرا في الحكومة في بغداد، هل التمثيل يعني الحقيقي يقتصر على أن ترشح أربيل من يمثلها في هذه الحكومة، أو يمكن أن يترك الخيار لمن يكلف بتشكيل الحكومة باختيار شخصيات كردية دون النقاش معكم والرجوع إليكم؟
هذا الموضوع سنتركه للمفاوضات طبعا، ايه وهناك ايضا ستكون اكيد ايه او نوع من انواع المفاوضات بين السيد المتحلف الذي نحن دعمناه خدمة او يعني تفكيرا للمصلحة العليا للبلاد واستقرار البلاد ايضا واستقرار العملية السياسية، لكنه هناك لدينا قيادة كردستانية في الاقليم، هناك لدينا حكومة كردستان، وايضا بلا شك يعني قد تكون الكتل السياسيه، لا اقصد فقط الكردستانيه، قد يكون هذا المبدا يعني لبعض الكتل تتبناه وبعض الكتل قد لا تتبناه، ولا ضير في يعني اختلاف وجهات النظر، بصدد بعض الكتل ترى بانه هي من ترشح يعني ممثليها في داخل الحكومه العراقيه، وكما قلت لك يعني نحن كافحنا ناضلنا وبنينا عراقا جديدا مبني على المواطنه ومبني على الحقوق، وباعتقادي انه لن نختلف ابدا في موضوع حكومه يعني الحكومه الاتحاديه الجديده. طيب، فيما يريده الشعب العراقي في الفترة السابقة وخروج هذه التظاهرات وهذا الحراك الشعبي والذي لاحقا أثر في المشهد السياسي، دكتورة، كان هناك حديث ومطالب عن إجراء انتخابات مبكرة. هل لكم وجهة نظر معينة في الانتخابات المبكرة تعتقدون أن من الصالح أن توضع في المنهاج الحكومي المقبل، أم أن الأمر متروك لأن تفضي عنه الكتل، يعني تجتمع الكتل وتقرر وأنتم معها، أم لديكم وجهة نظر خاصة؟ لا هي بالطبع يعني موضوع الانتخابات المبكرة، هناك آلية دستورية لهذه الانتخابات المبكرة إذا ما حصلت عن طريق حل مجلس النواب أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء الأصيل طبعا وبموافقة رئيس الجمهورية بحل البرلمان وبعدها تكون، ولكن أيضا نحن ننتظر هذه المرحلة الراهنة، نحن يعني كما جميع أبناء الشعب العراقي نتمنى أن تكون هناك حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات المتظاهرين، تلبية متطلبات المواطنة، أن تكون يعني دولة العراق دولة ذو سيادة ليست تبعية، وأيضا يكون لديها علاقات متوازنة وعلاقات جيدة مع جميع دول العالم يعني هناك رأي علاقات يقول دكتورة، خارجية. هناك رأي يقول لو لم يذهب، تسمعيني؟ نعم خلينا نقول لك الرأي، هناك رأي يقول دكتورة فيان صبري لو لم يذهب العراق إلى انتخابات مبكرة يشعر الناس فيه بأنهم ممثلين بشكل حقيقي عبر قانون انتخابات وانتخابات نزيهة، سيذهب البلد إلى الهاوية وسيكون عدد الضحايا في هذا البلد ضعف عدد ضحايا جريمة الأنفال، كيف تعلقين؟ يعني حقيقة التعليق صعب على هذا السؤال، لا أستطيع أن يعني أستشرف الأمور، ولكن أنا أتمنى أن تكون حكومة قوية قادرة تستطيع تعيد سيادة العراق وتستطيع أن تقوم يعني بأعبائها، وهذا سيكون من خلال مسؤولية جماعية كما قال بها السيد المكلف مصطفى الكاظمي، المسؤولية مسؤولية الجميع في إنجاح هذه الحكومة، وبعدها سنرى ما يكون، بلا شك طبعا متطلبات المتظاهرين مهمة جدا، يكون من أحدها هي هذه يعني القيام بانتخابات مبكرة، ولكن يجب أن تكون هناك، لا زلنا يعني موضوع قانون الانتخابات يستكمل المفاوضات إلى الآن يجب أن تكمل، وبعدها عدد أنا في الختام أشكر انضمامك إن سيدة فيان صبري رئيس كتلة الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني عبر سكايب عملا بالحجر المنزلي اليوم، شرفتينا في حديث البلد. نشكر الحزب الديمقراطي بلي بلي شكرا دكتورة، ونتمنى لك السلامة الدائمة، وشكرا للجهود اللي بذلتوها اليوم على سكايب، يعني حتى ضبطناه. أهلا وسهلا، الله يديمك. وأنا أيضا أنقل للناس العراقيين ولأبناء شعبنا الكردي حرصك على أنه اليوم يعني بذلتي مجهود كبير حتى الظهرين ويانا تعلقين على ملف الأنفال. شكرا لحضرتك دكتورة وشرفتينا. أهلا وسهلا، حياك، شكرا لك. جزيلا. ختام حلقة اليوم من حديث البلد، نشوفكم باكر بحلقة جديدة في أمان الله.